بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طلاب المعهد الوطني للشبه الطبي، أهلا ومرحبا بكم مع محاضرة جديدة من مقياس علم النفس. سنتناول أول موضوع وهو موضوع الشخصية. أكيد موضوع الشخصية فهو يحتل مكانة هامة من بين الموضوعات علم النفس، فالتعبير عن الشخصية من أكثر التفسيرات شيوعا في الاستعمال اليومي على لسان معظم الناس، واكيد بحكم انه نتعاملوا مع حالات او زملاء في مجال العمل، وخاصه انه نحن في مجال السلك الطبي، لابد ان نكون ولو فكره على معنى الشخصيه، لان كثيرا ما نسمع انه يقول شخص يصف شخص آخر بأنه صاحب شخصية قوية، شخصية ضعيفة، جذابة، لا شخصية له. أكيد سنذهب إحنا عنده، أكيد عندنا في إنه ليس من السهل إنه نعرف الشخصية، تعرف شخصية كمفهوم، يعني نقول هنا واضح عندنا بعض المعيقات، ولا نقول بعض العراقيل إنه تقول إنه تخلينا إنه نعرف إنه الشخصية غامضة. إنه أول شيء هي تعرف إن لأن الشخصية مفهوم مجرد ليس لها مقابل حسي، يعني بمعنى إنه هنا شيء غير ملموس غير محسوس، يعني معنوية ليس لها مقابل مادي انه هنا في العالم الخارجي. الشخصية ثانيا، الشخصية تكوين افتراضي يستدل عليها من السلوك الظاهر. ثالث نقطة وهي انه من السهل انه نعرف الشخصية، هي الشخصية مفهوم يشير الى جوانب متعددة ومتنوعة ومتفاعلة تؤثر كل منها على الاخر. عندنا اختلاف العلماء في النظر للشخصية، فكل يؤمن بوجهة نظر معينة يرى الشخصية من خلالها. عندنا هنا في عندنا أكيد اختلف المتخصصين هنا في تحديد مفهوم الشخصية هنا في ثلاثة فئات. هنا أعطونا أنه أولا هي شخصية كمثير، كشخصية كمثير هي مجموع ما يحدثه الفرد من تأثير في المجتمع. هنا ماذا نعني هنا؟ هنا يعني مدى تأثير الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان إنه سلبي أو إيجابي. الشخصية هنا كاستجابة، هنا هي استجابة الفرد المميزة للمثيرات الاجتماعية في البيئة، فهذا شخص منطوي وهذا شخص منبسط وهذا شخص منعزل إلى غير ذلك. هنا يعني عبارة عن استجابة الفرد هنا للمثيرات الاجتماعية الموجودة احنا اكيد بطبيعة الحال في المجتمع، ينظر للأشياء والمواقف التي تؤثر على الإنسان وتجعله هنا منطوي منعزل عن الناس. الشخصية ثالث شخصية هي شخصية كتنظيم داخلي، هي تنظيم متكامل هنا من الجوانب النفسية والجسمية والعقلية والمزاجية المتفاعلة والتي تحدد أسلوب الفرد. هنا بمعنى أنه جميع سمات الفرد على درجة من الثبات، نعم درجة من الثبات والاستقرار النسبي. والشخصية ليست هي مجموع هذه الصفات، بل هي كل، يعني هنا كل متكامل متفاعل أجزاء تحدد أسلوب الفرد المتميز. هناك نأخذ كمفهوم واضح للشخصية، نأخذ على سبيل المثال مفهوم الشخصية عند ألبرت. ماذا يقول عندنا هنا في ألبرت؟ هو في تنظيم دينامي في الفرد لتلك النظم النفسية والجسمية التي تحدد أسلوب الفرد الفريد في التوافق مع بيئته. يعني هنايا نقولوا ان هنا في اتضح في هذا التعريف انه الشخصيه تتميز انها تنظيم متفاعله لنظم نفسيه وجسميه. فناخذ على سبيل المثال كي نقولوا حنايا نظم نفسيه وجسميه، سبيل المثال نظريه فرويد كيف فسرت الشخصيه، نظريه فرويد للتحليل النفسي، حيث يرى هنا فرويد انه الشخصيه الفرد تتحكم فيها مجموعه من صراعات، من صراعات داخليه. فالشخصيه عند فرويد تنظيم دينامي في صراع مستمر ودائم، حيث هنا تتصارع ثلاثة نظم في داخل النفس، أكيد داخل النفس البشرية ثلاثة نظم. هنا عندنا الهو والأنا والأنا الأعلى.
الهو، ماذا نعني هنا بالهو؟ الهو هو جزء لا شعوري في مبدأه الأساسي، السعي الدائم نحو تحقيق اللذة، يعني تحقيق الرغبات، النفس البشرية، الشهوات، الغرائز عندها، هي مكون فطري في تلك الغرائز. عندنا الأنا. الأنا ماذا نعني بالأنا هنا؟ الأنا هي جزء شعوري، جزء شعوري ينمو مع الفرد نتيجة خبرات التي تعرضها لها أكيد الفرد. وظيفتها هنا ضبط الهو، ضبط الهو وفقا للواقع، وفقا للواقع. لذا فهي المبدأ المسيطر عليه وهو الواقع. أكيد إحنا أكيد الشباب لكي يدخل في الحرام أكيد عندنا بحكم عندنا تقاليد، بحكم عندنا تقاليد وعرف وإلى غير ذلك، نأخذ أكيد نأخذها إحنا بنضبطها لكي لا يقع في الحرام، نحكمها بيضبطها بالزواج لكي لا يقع في الحرام. إحنا عندنا الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هي جزء لا شعوري تتمثل في الجانب الخلقي، وتشمل هنا الأوامر والنواهي الأخلاقية التي تعلمها الفرد، التي تعلمها أكيد الفرد. وظيفتها هنا تضبط الأنا، تضبط الأنا وتسيطر عليها وتوجهها نحو القيم الأخلاقية، وأكيد بطبيعة الحال هنا تسعى إلى المثالية والكمالية إلى غير ذلك. هي هنا نقول إحنا بطبيعة الحال هي المراقب، هي اللي تراقب، هي اللي تراقب الأنا. أكيد إحنا فسرنا هنا النظم النفسية، النظم الجسمية هنا. هنا فسرت أيضا الشخصية على حسب إحنا نظرية الأنماط الجسمية التي وضعها كريتشمر. إحنا عندنا نأخذ مثال كريتشمر، هنا ما يتميز به الأفراد هي من خصائص جسمية، يعني وجود علاقة وثيقة بين الأنماط الجسمية. يعني الشخصية قسمها على أنها تكوين شخص إنه بدين، نحيف، متناسق، رياضي. بدين يعني إنه يكون متقلب الوجدان، إنه يكون ممتلئ البدن إلى غير ذلك. إحنا نحيف يميل إلى الانطواء. تكوين شخصية إلى أنه متناسق رياضي يعني أنه متزن انفعاليا وجدانيا، يعني في رأيه هنايا أنه تكوين أنها من ناحية أساسا تكوينها جسمي أي عضوي. عندنا أيضا فسر ألبرت على أنه يقول أنه أنها متوافقة من ناحية البيئة، متوافقة من ناحية البيئة. احنا متوافقة من ناحية البيئة خاصة وأنها تركز على محددات البيئة للسلوك. فالشخصية محصلت هنا تفاعل فرد مع البيئة ويتحدد وفقا للتعلم. فشخصية الفرد تنمو بملاحظة سلوك الآخرين وإدراكه للنتائج المترتبة. نأخذ مثال، إذا مثلا احنا إذا رأى الطفل الأب مثلا يلقي هنا السلام على شخص ما، وجد هذا الشخص أنه مثلا يرد التحية بابتسامة وود، فإنه يحاول هنا أنه يتبين أن رد الفعل إذا كان من الممكن أنه نطبق عليه نفس النتائج، لو قام بنفس أكيد بنفس السلوك. فبهذه الطريقة هنا يتعلم أنه الطفل أساسي سلوك تاعه، يتعلم هنا أساليب سلوكية جديدة. إحنا لهنا نذهب إلى لهنا أنماط تعريف الشخصية. إحنا أنماط الشخصية، ماذا نعني هنا بأنماط الشخصية؟ إحنا هنا استندنا إلى حديث شريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وأن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا حديث صحيح. إحنا لو تمعنا هنا في هذا الحديث وقرأتم هذا الحديث لقراءة نظرية أكيد، وهو هنا كالتالي، نجد أنه في المفهوم أنه التعريف هنا يتضح في هذا التعريف هنا المربي دوره في اكتشاف الصفات الذين يتعامل معهم، وهنا واضح جدا أنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يمتازون بخصائص، يعني كل صحابي هنا متميز في جانب من الجوانب، يعني يتميز أنه سمة رقم واحد، يعني أعلى شيء عنده، هذا تسمى هنا الفرق
الفروق الفردية، وهي الإشارة ما يتميز به الشخص، يعني أنه تصورات يكون شخص متكامل في كل شيء. احنا نأخذ كتعريف للأنماط، احنا داخلين، احنا أكيد احنا بطبيعة الحال احنا في أنماط الأنماط الشخصية. احنا الهدف انه من التعريف على انماط الشخصيه هي ومجالاتها واهتماماتها وخصائصها وسمات قوه وضعف الشخصيه. احنا ما ترتب علينا عندنا فوائد تربويه ونفسيه واجتماعيه. اولا احنا نقولوا هنايا تقويه التربيه الذاتيه، يعني تربيه هنا تربيه الفرد لنفسه من خلال انه من خلال الاستبصار الذاتي، الاستبصار الذاتي وقوه الاراده. احنا لما يتعرف على الانسان هنا على شخصيه يستطيع ان يستبصر بذاته، يعني بنفسه يعرف ماذا يريد، عندئذ يهتمون باشياء. احنا عندنا ثانيا تعزيز التربيه الفرديه، تعزيز التربية الفردية هنا تربية الفرد من خلال معاينة هنا مثلا احنا المربي المتربي الأستاذ مع الطالب، مثلا كنقولوا احنا بين المعلم والطلاب، كيف نستطيع ان تؤثر في تلك الشخصية يعني المقابلة. مثلا احنا نجد اذا كنت لا تعرف انماط الشخصية لا نعرف كيف نتعامل مع تلك نمط الشخصية. احنا مثلا عندنا إشكالية التواصل مع الآخرين، هنا يعني احنا لهنا يعني هنا إدراك هنا إدراك النسخ البشري. هنا ثالث المساهمة في التربية الجماعية، المساهمة في التربية الجماعية هي إنه هنا تربية الفرد من خلال برامج تربوية مختلفة. هنا يعني أكيد إحنا التربوية المختلفة نأخذها من المدرسة، المجتمع، الأسرة، المحضر التربوي بشكل عام. يعني هذا مهم جدا كيف نعرف نتعامل مع أنماط الشخصية المختلفة لتكون جماعية. احنا التوجيه اللي هنا رابع نقطة، وهي التوجيه التربوي السليم باختيار الشخص الدراسي المناسب، يعني اي شخص نأخذه في المكان المناسب لكل مهنة تتناسب لمهنة معينة. احنا مهنة احنا ننسى هناك الناس داخل مثلا هناك داخل اناس هنا داخل مهنة الطب لا تصلح انه يكون في لا يكمل بعضهم انه يستخدموا هنا لا يكمل بعضهم لانه يستخدموا هنا تفعيل هنا الإرادة الذاتية، هنا يستخدموا الذات الإرادة الذاتية والتحدي، وبعضهم لا يستطيع ان يكمل اكيد. هنا سادسا هنا الإجادة في التواصل الاجتماعي، هنا مهمة يعرف انه كيف يربط علاقاته مع الآخرين. احنا هنا لهنا تتعدد اكيد احنا عندنا لنا انماط الشخصيه التي يهتم علم النفس بدراستها، وتمتلك كل شخصيه صفات بارزه تعطيها طبيعه عامه وخاصه بها، قد تكون احنا لهنا ايجابيه او سلبيه. الشخصيات الايجابيه هنا تمتلك بعض الشخصيات صفات هنا محببه تساعد صاحبها على ان يكون اكثر سعاده واستقرار. هنا تساهم في هذه الصفات انه في الشخصيه الايجابيه انها تكون محببه هنا في التاكيد في تكوين الشخصيه بتكوين شخصية إيجابية، وفيما يأتي أن تكون يعني هنا تكون ذات سعادة إلى غير ذلك. إحنا الشخصية أولا الشخصية الحنونة تتميز بالقدرة على تفهم مشاكل الآخرين خصوصا العاطفية منها، ذلك أنه يحاول الشخص الحنون هنا دائما تجنب جرح مشاعر الناس من حوله، أكيد يسرع على إسعاد الآخرين، تحصر معهم على أحزانهم. قد يسيء البعض هنا تقدير للشخصية الحنونة، يسيئولها أنه يربطوها بالضعف، ولكن هنا ضعف غير مرتبط هنا بالحنان. هنا الشخصية الانفاوية هي أكثر الشخصيات موضوعية ونظامية ذو حكمة كبيرة، هنا تعطي صاحبها القدرة على التأمل، التأمل وعن هنا عدم الانفعال. احنا هنا يتميز هنا بعدم حساسية قدرته على تحليل المواقف بعقلانية. يتسم هنا الانفاوي هنا يتسم بالهدوء، يكون هادي، احيانا يكون ايضا يتسم بالبرود وبطء الحركة. تساعد صفة البرود هنا الانفاوي على التغلب على اسباب الفشل في حياته، فيكون شخصية مثابرة. الشخصية الشغوفة هنا هي الجمع بين الانفعالية والحيوية، التي تقدم الشخصية الشغوفة والمهتمة بتحقيق رغباتها للوصول الى النجاح.
هنا على الصعيد مثلا على الصعيد الاجتماعي اكيد هي تربط الشخصيه الشغوفه باشهر الشخصيات التاريخيه، احنا ذات الاثر عندها اثر كبير، فهم يحبون اكيد احنا لنا السلطه والقياديه، يعني تكون شخصيه قياديه ويملكون اراده قويه قد تفسر بانها قد تفسر انها شخصيه قاسيه. ومن الشخصيات السلبيه عندنا شخصية سلبية أنه تمتلك بعض الأشخاص صفات تجعل حياتهم صعبة ويكون تعاملهم سلبيا مع الأشخاص الآخرين. ومنها عندنا الشخصية العصبية، هنا هي التي تنفعل وتكون طاقتها الحركية عالية وغير حيوية وبلا جدوى، وتصدر عن الشخص صاحب الشخصية العصبية طاقة، هنا طاقة سلبية. يتصف العصبي هنا عدم استقرار، معاناته في حياة معاناته في الحياة العاطفية، هنا يرتبط بسرعة اندفاعه، ثم أكيد هنا عنده هنا يخون بسرعة العصبي، يحب العصبي أن يكون محط إعجاب الجميع. الشخصية هذه أكيد الشخصية العصبية. الشخصية التجنبية هي شخصية شديدة الحساسية، أي نقد يصدر عن الآخرين، لذلك يتجنب صاحب هذه الشخصية الاحتكاك بالناس. هنا لا يملك سوى صديق فقط، يملك عنده صديق فقط أو اثنين مرتبط بهما، ولا يفعل أي عندنا لنا أي نشاط بدونهما، بدون وجودهما. السبب الذي يدفعه لهذا التجنب أنه هو شعوره بالنقص، أنه أقل من الآخرين، كما تشعر الشخصية التجنبية إحنا بالقلق الدائم والترقب. الشخصية الاعتمادية هنا هي شخصية مرتبطة بالأشخاص الاتكاليين، فصاحب هذه الشخصية يبحث عن أي شخص يؤدي عنه مهامه، يعني شخصية اتكالية نوعا ما، فإذا فقد صديقه يبحث عن آخر فهو يؤدي مهامه حتى يعتمد عليه، كما أنه لا يستطيع أن يتخذ القرارات الخاصة بنفسه دون استشارته. أكيد لنا تعطي لنا الشخصية الاعتمادية تعطيها طمأنينة، فهو لا يشعر بالراحة إذا كان وحده. الشخصية الوسواسة هي التي تهتم صاحبها بالنظافة والنظام وكل التفاصيل الصغيرة بطريقة مبالغ فيها على حساب الجودة. اكيد احنا هنا في الشخصيه الوسواسه احنا لا ناخذ لا يكون صاحب هذه الشخصيه مريضا بالوسواس القهري، كنقولوا احنا صاحبها بالنظافه او تهتم بصاحبه مثلا اذا بالنظافه او الى غير بالنظام الى تفاصيل معين صغيره هنا، لكنه يمتلك شخصيه وسواسيه، لان مرض الوسواس ليس صفه دائمه، انما احنا حاله تتازم كل فترة وتعالج بالأدوية أكيد. أما الشخصية الوسواسية فهي مترسخة في الإنسان ولا علاج لها، ممكن كاين لا علاج لها. عندنا أيضا الشخصية الشكاكة، نعم هي شخصية يكون صاحبها عديم الثقة بالأشخاص الذين حوله، إن كانوا أقرب الناس إليه فهو شخصية دائمة الشك دون سبب مقنع. فهنا الشخصية الشكاكة يبني قراراته على أدلة ضعيفة ووهمية، احنا يعاني في علاقاته مع الآخرين، يأخذ أغلب العبارات على محمل مثلا عبارات على محمل الجد، يقرأها فيها تهديدات لا أساس لها، فيدفعه ذلك إلى الرد بقسوة، وخصوصا على من يهاجمه قصد الانتقام. احنا اكيد في انماط الشخصيه احنا عندنا علاقه لغه الجسد بمعرفه الشخصيه، ان لها علاقه وطيده كثيره، فاكيد نعرف احنا ما هي لغه الجسد. لغه الجسد هي الحركات او التصرفات او حتى ايماءات، نعم أو حتى إيماءات التي يقوم بها إنسان، مثل تعابير الوجه، عندنا نبرات الصوت، حركات الأقدام، هز الكتف أو الرأس، طريقة المشي، القدرة على ضبط النفس، التحكم في الانفعالات والحركات. تعتبر لغة الجسد إحنا اللي هنا تعتبر سلاحا يكشف شخصية الفرد. أكيد بطبيعة الحال هنا الدماغ لا شعوريا يبحث عن إشارات، عن إيماءات إلى غير ذلك، لكي يحكم في التصرفات، في تصرفات الشخص، في تصرفات الشخص ويحكم عنه. وبالتالي هنا شخصية هنا أكيد لغة الجسد فهي سلاح يكشف مهمة، سلاح سري يكشف عن الفرد.
ومعرفة يعني أكيد ما نختار في حياتنا إن كان صديقا أو زميلا أو حتى شريكا في الحياة. لذلك إحنا عندنا هنا دراسة سيكولوجية تقوم على أنه مثلا دراسة سيكولوجية 55% إحنا من ناحية كما نقولوا حنايا لغة الجسد، تأخذ لغة الجسد 38% نأخذها من نبرة الصوت، 7% هذه دراسة سيكولوجية، 7% هي نقولوا الكلام من ما يخرج من الفم. أكيد هذه دراسة سيكولوجية حددكم نقولوا حنايا في أكيد 55% من التواصل بين الناس يعتمد على لغة الجسد. إحنا أول شيء من في أن في لغة الجسد أولا هي ميزة في ميزة هي أولا النظرات عندها أكيد تعبير عن لغة الجسد. اتساع بؤبؤ العين يدل على سعادة الشخص بما يسمعه. إذا اتجه بصر المرء مثلا إلى يمينه أثناء الحدث يوحي إلى صدقه فيما يقوله بتذكره لأقوال وأفعال أو مشاعر محددة. إحنا عندنا إذا اتجه بصر الشخص الذي يحاوره أو يشاهده إلى يسار فيعلم بأنه غير صادق فيما يقوله. إذا اتجه بصره إلى اليسار محدقا بالأرض فيعلم أنه يحاور نفسه. عندنا أيضا ثاني نقطة في لغة الجسد هي طريقة المشي. من كانت قامته مثلا احنا عندنا هنا في طريقة المشي من كانت قامته منتصبة يتميز في مشيته في تحريك الكتفين ورفع الرأس عند المشي. مد الخطى كلها علامات تدل على القوة الثقة والجانبية في الشخصية وطبع العكس وطبعا العكس صحيح. هنا فرك اليدين تدل على ان شخص غير مرتاح او متوتر. اما نقولوا احنا عندنا هنا اليد المفتوحة او اليد المغلقة اليد المفتوحة تدل على الصدق. احنا نراها ايضا احنا في حتى عند الرؤساء عندما يقومون بفتح الأيدي إلى غير ذلك فهي تدل على أنهم صادقين. واليد المغلقة تدل مثلا على أنهم تدل على الكذب. انحناء الرأس هنا علامة من العلامات المهمة في العلاقات الحميمية بين الأفراد فهو يدل على الخجل والاحترام. أما إذا كان مصحوب بالابتسامة أو الضحكة فهو يدل على الراحة والمزاج. إلى غير كثيرة في انحناءات الرأس. تغطية الأعضاء عند الجلوس هنا دليل على عدم الثقة بالنفس أو عدم رضاه عن جسمه.